فيديو اللي كيقلبوا عليه النساء. هانتوما راني فايت حضرته وشربته هنايا، معليش نعاود معاكم. يعني فقط ناخذوا كيما شفتوا معايا، ناخذوا طريف قد هكا ديال اليانسون، بعد ما غسلناه ونظفناه كنضيفوا عليه كأس من الماء ونديروه اما يغلى او نكبوا عليه الماء مغلي على حسب. هانتوما راني دايره معاه هنايا في القريعه. صراحه 5 دراهم ديال اليانسون النجمي راه يديلك واحد المده، وداع الاعصاب وداع قله النوم الاكتئاب. الناس اللي كتدخل في القلق التوتر، الله يحسن العون، كل وحده وظروفها، كل وحده وجسم ديالها. كاين اللي كتقاوم المشاكل، كاين اللي كتقاوم المرض، كاين اللي كيكون جسمها ضعيف. لا تستسلموا. نزيدكم على هذا مغلي الشعير، فايت حنا منزلاه في القناه الصراحه، مابقاش كيخطاني. مغلي الشعير اللي غني بالفيتامينات. المهم جربوا لي هاد اليانسون النجمي، راه المذاق ديالو بنين وعلم زويناتو الصراحه. دغيا كيوجد تشربي قبل النوم، وباش ان شاء الله تخلدي النوم، لان النوم راحه الصراحه. الام كتعذب النهار كامل، وفاش مسكينه كتجي تحط راسها على المخده النعاس كيمشي. المهم بلا ما نطول عليكم، خليكم معايا لتمات الفيديو ان شاء الله، وكتروا ليا البصيمه. واللي مازال ما اشترك مرحبا بكم والف مرحبا، وما تنسونيش الله يجعل ربي يحفظكم من الهم. هانت اختي حاولتي ما امكن تجربي مسكنات الكينات، جربتي بزاف الامور باش تنعسي بالليل، والو كيلحق الليل كتقولي بغيت غير نعس، بغيت غير نرتاح. انت راه عاد عملتها انا، شتو ما كنكثرش وشحال كندير الصراحه. مشروب اللي زويون بسم الله على بركه الله. وهذه ما غنضيعهاش، مره نضغها ما بين الاسنان ديالي. مهم لن وسهلا، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حياكم الله. المهم بزاف النساء غاديين يعرفوا هذه او ما غاديينش يعرفوها، باديانه او اليانسون او اليانسون النجمي، الصراحه صديق النساء وصديق الرجال، حتى الاطفال الوليدات اللي عندهم دابا المشكل ديال السعال، مشكل ديال السعال وما تيقدوش ياكلوا، تيبقى داك البلعوم طالع نازل، راه زويون. هانتوما هذا راه الكاس هو اللي بقى فيه الصراحه، واللون ديالو ما تيتغيرش، وبنينه المذاق ديالها، بنينه تقريبا فصيله ديال حبه حلاوه اليانسون. المهم هادشي اللي عندي انا هنايا كنديرو هنا باش كيبقى ليا. المهم نتوما خذوا غير وحيده بحال هكا صغيره او النصف. بالنسبه للرجال اللي عندهم مشكل بغاو يقطعوا التدخين، بغا يقطع التدخين وكيضروا راسو، تيحرقوا حرقوا راسو. الوقيته اللي كيبغي يشعل فيها السيجاره، الوقيته اللي يعني تكون عندك عزيمه والاراده، الوقيته اللي بغيت تشعل فيها السيجاره طريف قد هكا صغيور، شوفوا قداش اولا قد هكا، نحاول نفزقو في الماء اولا هكا نلعب بيه بالاسنان ديالي وننضغو. مطهر الاسنان، مطهر الفم من الرائحه الكريهه، وزيد على هذا انه تعاونك تنسيك في السيجاره، لان تبارك الله راه غنيه بالفيتامينات. نبداو بالنساء اللي ما كتنعش، عطوا حتى لوليداتكم فقط كبو. انا ما تنكثرش، ندير كاس، ها انتوما ما كثرتش كاس، كل واحد طريف ديال اليانسون، ها هو الى بان ليكم صافي هذا. وكنخليه حتى كيدفى، ممكن نحليه بقليل من العسل، نعطوه لوليداتكم اللي عنده مشاكل البلعوم. تيبقى البلعوم طالع نازل وما تيعرفش يخرجوه، راه صعيب اخوتي تخلوش يردو بحال هكا. ملي يجي يشرب هاد الكويس راه كافي، واخا غير يشرب غير جوج غيمات راه كافي. موضوعنا هو الاكتئاب، النساء اللي كتقلق، اللي بسبب الكينه، بسبب الادويه، بسبب مشاكل. كاين اللي عندها العصب في الدم، كاين اللي مسكينه الله يحسن العون غير كيتفضوا، كيلحق الليل ما تجاش النعاس، كتقول لك النعاس فينا هو، عطوني شي حاجه نشربها باش ننعس. كتحط واحد القضيه الله يرحم الوالدين، يعني الناس اللي عندها مشكل العصب بلا ما تدخلوا معكم تليفون فراش، حتى
حتى لا دخلتو التليفون فراج، خذوا شي حاجه اللي كتريح الاعصاب، اكل او شي فيديوهات اللي كتهدئ الاعصاب طبيعه، ما تاخذوش شي فيديو اللي كيوصلكم شي حاجه متبعينها كتزيد توتركم، وهكا يعني كيضيع الوقت، كتجي تشوف بقى ثانيه ليلا وانت باقي النعاس ما جاتش. المهم على بركه الله قبل ما تنعسي بتخاتي دخلي الفريج، يعني كتذكري الله سبحانه وتعالى وكتستغفري الله سبحانه وتعالى قبل النوم، وكناخذ طريف ديال اليانسون كيمشو معايا قليل فقط، وكنعمل عليه كاس وكنخلي واحد شويه يغلى، او كنكب عليه الماء مغلي، لكم الاختيار اما مغلي اما منقوع. مذاق بنين ولذيذ ومريح الاعصاب وطارد للبلعوم. النساء غتجربيه ان شاء الله غتشكريني، يعني بلا ما تاخذي ادويه، ناخذو قبل النوم بواحد المده، ونمشي حذاري انك تدخلي معاك تليفون الفراش. هاد البديانه او اليانسون النجمي راه حبيبه النساء، حتى الرجال بغا يقطعو التدخين، حتى هما اللي عندهم الاعصاب كويس، غتشوفو غير واحد 3 ايام وغتلاحظي الفرق. الناس اللي ما كيغلبش عليها يعني ما كيجيهاش النعاس بتاتا، كتقول لك انايا ما كنعيا، انني كنشرب الادويه، كنحزم راسي، كنغمض عينيا، النعاس والو. هذه علاج وجانب للنوم، يعني كتريح الاعصاب وعندها فوائد كثيره حتى للرحم. يعني مجرد ما تشربي كويس كما درت انا، كناخذو ماشي على قبل النوم، الحمد لله كنحط راسي كنمشي، كناخذو على قبل تطهير البلعوم، ومفيده هادشي كله، يعني كتريح لنا الاعصاب وحتى مزيانه حتى للرحم. يعني مره مره ندخلوها كاعشاب، مره اليانسون، مره اليانسون حبه حلاوه، مره زعتر، مره فليو، مره البردقوش، هادشي كل شيء صديق للنساء. ما تتسناوش حتى يضيع عليكم الحال او يجيكم الاعصاب والتوتر وغتقولي بان ما غيبقى ليا حتى شي حاجه، لا مره مره ندخلو اعشاب اللي هي طبيعيه. اليانسون النجمي راه معروف 5 دراهم حتى 10 دراهم، ومن هادشي كله ناخذ واحد طريف نغسلو ونعملو في الاسنان ديالي، كيبقى رائحة الفم. اللي عنده مشاكل دتة، اللي عنده مشاكل الريحة، ومطهر، يعني حتى هدا معاك شي واحد قربتي منو كتلقى عندك واحد النكهة غزالة غزالة، غير متكتروش باش منضيعوش. كيما درت معاكم كاس نشربوه صافي، كاس يعني راه كافي، شربو 3 ايام لقيت اللي غنمشي انا فيها الناس. الا عندك المشكل ديال البلعوم نتو الاطفال ديالك والعائله، شربو فهاد القيطة راه مفيد، فهاد القيطة تيحيد داك البقايا ديال الفضلات ديال البلعوم. عزكم الله الوليدات اللي ما تيعرفوش يطلعوها ولا ينزلوها، وكتبقى لك هنا في السدية ديالك كتحسي بشي طوزويز، كتحسي راه عندها منافع كثيرة. يكفي انكم تكتبوا فوائد بديالة او اليانسون النجمي وغتشوفوا الفوائد العظيمة. سمحوا لي كتمصدعني الكوكوط ما ديتهاش فيها. المهم هادشي اللي كاين، يعني بلا ما نطول عليكم، نحاول الفيديو ما امكن يكون ملح وزويون. اليانسون النجمي راه زويون، علاش كثرت عليه زويون؟ حيت فعلا غادي يعجبك سيداتي. يكفي انك تعملي في قريعه الزاج مع شويه الزعتر ولا على حساب المذاق، انا غير طاح لي فيه شويه الزعتر، وهذا الشيء كافي تبارك الله. كيبقى عندك واحد المده، يعني من الليل غنحتاج هذه، وحتى لبقات كما شفتوا هنايا اش غندير لها، غنبقى نضغها طوال اليوم. مفيده للثه، مفيده للاسنان، ومهدئه للاعصاب. بالنسبه للسيدات اللي بغاو يجربوها، راه ممكن تعمليها من وراء الظهيره، تسالي غداك شربي لك واحد كويس وارتاحي ان شاء الله بالليل، حتى زيديك واحد الكويس صغير هكا قد هذا او نصف كاس. صراحه ما سخيتش بيه، زويون بنين ومذاق ديالو طبيعي بدون سكر بدون شيء، يعني فقط الماء ديال اليانسون راه بحالو بحال حبه الحلاوه اللي كنعملوها في الاكل واللي كنحطها لك في الوصفات. غنيه بالفوائد للنساء،
رجع كما قلت لكم، وهذه الاعصاب وكتعاون في قطع التدخين. النساء راها لو تعرفوا، لو تعرفوا القيمه ديالها دخلوها الجسم ديالكم غتلقاو الراحه. هذا ما كان، نتمنى لكم التيسير والتوفيق، مع السلامه.